جدول حافل بالفعاليات التراثية والرقصات الشعبية لمختلف الثقافات يشهدها مهرجان المرموم الثقافي المصاحب لمنافسات بطولة المرموم لسباقات الهجن. هذه الفعاليات يحاول القائمون على المهرجان تسليط الضوء من خلالها على التراث الإماراتي ومظاهر التعايش والتسامح في الدولة. قبل كانت المهرجان السنوي لسباقات الهجن فقط كان التركيز على سباقات الهجن. من حوالي 7 سنوات غيرنا المسمى بعد ما جبنا الفعاليات المصاحبة للمهرجان، صار مهرجان المرموم التراثي شامل لكل فعاليات المهرجان من السباقات والفعاليات المصاحبة. وفي كل عام تتوافد العائلات والزوار على القرية للمشاركة في هذه الفعاليات والاطلاع على أبرز المنتجات التراثية والتجارية التي تقدمها الأسر الإماراتية من خلال ساحة المهرجان. كل المشاركين محلات تجارية، كذلك الحرف اليدوية، الفنون التشكيلية، كل ما يخص الأعراس التقليدية الخليجية. القرية هاي تشجع وتحث كل مواطني الدولة ومواطني دول الخليج والمقيمين بدولة الإمارات العربية على التشبث بأعرافهم وعاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم التي تمثل الإبل كعنصر بارز للسعي وإحياء التراث الإماراتي. وقد شهد المهرجان إحياء العديد من الحفلات الموسيقية التي تمثل ثقافات متعددة تعيش على أرض الإمارات وتحتفل برقصاتها الفولكلورية بالثقافة المحلية لدولة التسامح. طبعا هذا حافز للجيل اللي توه صاعد يعلمونهم العادات والتقاليد الإماراتية، عثبت أن تكون موروث التراثي عندنا بعده موجود ما ينعدم. المهرجان بفعالياته يهدف إلى الحفاظ على التقاليد العربية والإماراتية الأصيلة من خلال الاحتفالات والأنشطة المتنوعة وسباقات الهجن التي ناسبت أجواؤها الحضور العائلي للمهرجان. عبدالله الزعبي، قناة الغد، دبي.